السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل لا نبدأ بالتفاصيل أتمنى تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى توصلك كل أخبارنا العاجلة والمهمة. هاي قناتنا على التليجرام اللي يحب ينضم لها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف. والتربية النيابية ترجح بأن تكون الامتحانات الدور الثاني للطلاب المكملين للصفوف غير المنتهية ستكون في الشهر التاسع أو العاشر، بس هذا من حد الآن ماكو خبر رسمي، مجرد توقع من التربية النيابية. توقعوا بأنه تكون الامتحانات مال الدور الثاني للطلاب المكملين بالصفوف الغير منتهية بالشهر التاسع أو العاشر. وزارة التربية بيان بخصوص مصير اعتماد درجات نصف السنة للثالث متوسط، وتؤكد بأنها ستجري الامتحانات لهم على موعدها المحدد. الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق أن الامتحانات باقية في موعدها المحدد في الرابع من تموز المقبل، مبينا أن الدخول وفقا للقرار القاضي بإضافة 10 درجات وثلاثة دروس. فاروق الاستعدادات جارية والمتبقي ما يقارب 20 يوم، وأن جميع الأمور تسير بإيجابية، المراكز الامتحانية والمستلزمات اللوجستية والأسئلة ولجان المراقبة والتصحيح. فاروق الوزارة أنجزت تحديد مدراء المراكز الامتحانية وتأمينها وتوفير الكوادر الطبية. يعني بهذا الخبر أتأكد التربية بأنه ماكو اعتماد على درجات نصف السنة بالنسبة لطلاب الثالث متوسط وأيضا السادس ابتدائي، لأنه السادس الابتدائي أصلا هسه يمتحنون والأغلبية خلصوا امتحاناتهم، وطلاب الثالث متوسط دي يأكدون بأنه بعد 20 يوم راح تبدي امتحاناتهم، ودي يقولون بأنه راح تجري امتحاناتهم بشكل طبيعي، واحنا اصلا مهيئين لهم المراكز الامتحانية والمدراء والكوادر الطبية كلها جاهزة، يعني مأمنين المستلزمات اللي تخص الامتحانات بالنسبة للطلاب. وايضا الدخول راح يكون نفس القرار السابق اللي هو 3 دروس و10 درجات. وهذا كل ما بالاخبار، نتمنى التوفيق للجميع.